السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات التطريز بالخرز. النهارده معانا الرسمه دي، هنشوف هنعملها ازاي وهنستعمل فيها الانواع دي من الخرز. نبتدي على بركه الله والصلاه على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه هعملها اعمل الدايره اللي في النص دي. ممكن احط لها خرزايه زي دي كده. Thank you.